السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة عن إصابة الفنان جورج وسوف بنزيف ونقله المستشفى. هقول لكم شوية تفاصيل وحقيقة تدهور حالته الصحية أثناء ما كان في حفلة في السعودية. أقول لكم شوية تفاصيل، وكمان أتكلم معاكم النهاردة عن خبر انفصال الفنانة درة عن زوجها. أقول لكم كل التفاصيل، كمان أتكلم معاكم النهاردة عن عقد قران الفنانة جميلة عوض أو حفل زفاف أسطوري للفنانة جميلة عوض. اقول لكم شوية تفاصيل. اتمنى منكم لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة. بصوا يا جماعة، هبتدي معاكم باول موضوع، موضوع نقل الفنان جورج وسوف للمستشفى بعد اصابته بنزيف. الموضوع او القصة او قصة النزيف اللي جه للفنان جورج وسوف فجأة وهو في حفلة. اقول لكم شوية تفاصيل عن الفنان وبعد كده هقول لكم الموضوع بالظبط. بصوا، الفنان جورج وسوف اسمه اصلا جورج وديع وسوف، من مواليد 23 ديسمبر 1961، عنده 62 سنة، من سوريا، متجوز. طبعا اتجوز مرتين في حياته، زيجة اسمها واحدة اسمها ندى زيدان، وبعد كده شاليمار وسوف. عنده من الاولاد وديع اللي هو توفى بعد عملية تكميم معدة، وجورج، وعنده اونيون، وعنده حاتم، وعنده بنت على فكرة. ايه اللي حصل بقى او ايه الموضوع؟ اقول لكم شوية تفاصيل. نزيف حاد في الانف للفنان جورج وسوف يتعرض لوعكة صحية ويتم نقله المستشفى اثناء الحفل الحفل كان عامله في السعودية. الموضوع، تعرض الفنان جورج وسوف الى ازمة صحية شديدة، دخل على اسراء المستشفى واجرى عملية جراحية دقيقة، وقد غادر جورج وسوف بعد ايام قليلة المستشفى، وذلك بعد ان اصيب بنزيف حاد في الانف بسبب ارتفاع في ضغط الدم، وذلك طبقا لما اعلنته بعض الصحف اللبنانية. وفي وقت سابق تناثرت مؤخرا العديد من الانباء التي تشير الى نقل سلطان الطرب جورج وسوف الى احد المستشفيات في المانيا بعد تعرضه لوعكة صحية. ورد على هذه الانباء الاعلام اللبناني فارس، وقال نافيا صحة ما تردد مؤخرا عن نقل جورج وسوف الى المستشفى في المانيا، مشيرا الى ان صحته على ما يرام ويوجد حاليا برفقة اصدقاء له في السعودية. هو فجأة كان بيعمل حفلة، حصل له زي نزيف في الانف شديد، وكان حاجة صعب. طبعا تم نقله المستشفى، وهناك عملوا له شويه اشعه وشويه فحوصات، قالوا له ان هو كان عنده ارتفاع في ضغط الدم هو اللي خلى مناخيره تنزف بالطريقه الصعبه دي. وفضل قعد 3 ايام في المستشفى، وبعد كده رجع بيته. ما كانش فيه اي حاجه طبعا بعد ما خلاص عملوا له الاسعافات الاوليه. لما الضغط بيعلى او بيوطى يا جماعه، ممكن في اي وقت من الاوقات يعمل نزيف في الانف شديد من كتر الحر اللي احنا فيه، ومن كتر في ناس كتير قوي في الحر ده الضغط بيوطى عليها، فعشان كده بيحصل لهم زي نزيف في الانف. لا حول ولا قوه الا بالله. الموضوع اللي بعد كده، موضوع طلاق فنانة شهيرة. ما فاتش على جوازها يعني فترة، وفجأة لقيناها طالعة بتعلن خبر انفصالها عن زوجها. مين الفنانة دي؟ الفنانة دي اسمها درة. الفنانة درة يا جماعة انفصلت عن زوجها. اقول لكم شوية تفاصيل عن الفنانة درة وبعد كده اقول لكم الموضوع. بصوا، اقول لكم شوية تفاصيل عنها. الفنانة درة يا جماعة ممثلة مصرية، من مواليد 13 يناير 1980، عندها 44 سنة. هي ممثلة مصرية بس هي اساسا من تونس. بس مفيش اي تفاصيل عنها تاني. حقيقة انفصال درة عن زوجها هاني سعيد. الموضوع او القصة، وهل فعلا هي اتطلقت زي ما بيقولوا؟ اقول لكم شوية تفاصيل. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية اخبار تفيد بانفصال الفنانة درة عن زوجها هاني سعيد، مما اثار الكثير من التساؤلات حول صحة الخبر. واكد مصادر مقربة من النجمة درة ان هذه الاخبار هي في مشاكل، بيقولوا ان في مشاكل ما بينها وما بين زوجها، لكن الطلاق رسمي لم يتم لحد الان. في مشاكل هي في بيت اهلها وهو في بيت اهله، والبيت اللي هم اتجوزوا فيه ما فيش حد عايش فيه، لانه ما فيش شويه مشاكل ما بينهم، لكن ما فيش طلاق رسمي.
كمان بيقولوا ان هما درة وهاني يتابعان بعضهم لبعض على موقع التواصل الاجتماعي، ولم يحذف احد صور الاخر، فيعني مفيش مشاكل ما بينهم الا شويه مشاكل اللي بتحصل في اي بيت، لكن هما متجوزين ومش متطلقين رسمي ولا حاجه، زي ما طلع امبارح في جريده كبيره خبر طلاقهم رسميا عند المأذون، مفيش الكلام ده. الموضوع زي مشاكل بتحصل ما بين اي حد في اي بيت ممكن تحصل يعني، وكل واحد في بيت اهله، لكن مفيش طلاق، وهما لسه هما الاثنين بيتابعوا بعض على الانستجرام، وما حذفوش صور ولا الكلام ده كله، لان ده بيبقى حاجه في الفنانين لما بيحصل انفصال او اي حاجه، البدايه بتبقى بحذف الصور، وده بيلغي المتابعه والكلام ده كله، والموضوع ده ما حصلش طبعا. فزي ما قلت لكم بتبقى مشاكل بسيطه، فبيفهموا او بيقولوا ان حصل طلاق، الموضوع ده اساسا مش حقيقي. الموضوع اللي بعد كده، الفنانه جميله عوض تحتفل بعقد قرانها او حفل زفاف خيالي للفنانه جميله عوض. هقول لكم شويه تفاصيل وايه الموضوع بالظبط. الفنانه جميله عوض يا جماعه هقول لكم شويه تفاصيل عنها. هي من مواليد 6 ابريل 1991، عندها 33 سنه وهي من القاهره. طبعا هي اسمها جميله عادل محمد عوض يوسف، والدها مخرج معروف. الموضوع جميلة عوض تحتفل بعقد قرانها في أجواء عائلية. أعلنت النجمة جميلة عوض عن عقد قرانها على المونيتير أحمد حافظ في أجواء من الفرحة وحضور العائلة وأصدقائها المقربين أمس يوم الاثنين في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. وقد شاركت النجمة جميلة عوض جمهورها ببعض الصور والفيديوهات على الانستجرام أثناء توقيع عقد قرانها على المونيتير أحمد حافظ، حيث أعادت نشر الصور التي التقطتها إحدى صديقاتها عبر خاصية الستوري انستجرام، وكتبت جميلة جميلة العروسة بحبك، دي صاحبتها يعني. تنتمي جميلة عوض لعائلة فنية كبيرة، فهي ابنة المخرج السينمائي عادل عوض، ووالدتها هي الفنانة راندا، وجدها الفنان محمد عوض طبعا. ولفتت الأنظار إليها بقوة بعد عرض المسلسل التلفزيوني تحت السيطرة عام 2015. هي أساسا عيلتها كلها جماعة فنانين ومخرجين وحاجة كده يعني معروف. كانت بتحتفل امبارح بحفل زفافها على المونيتير احمد حافظ، وطبعا الفرح بتاعهم بيقولوا يوم الخميس الجاي. سيقام حفل الزفاف يوم الخميس المقبل 6 يونيو 2024 في احد الفنادق الكبرى في القاهره. هتعمل حفل الزفاف يعني يوم الخميس الجاي. امبارح كانوا بيكتبوا الكتاب او كانت بتعقد عقد قرانها، يعني كانت بكتابها على المونيتير احمد حافظ. اتمنى منكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناه، وكل الناس اللي بتشترك يا جماعه اتمنى من كل الناس اللي بتشترك عندي في الصفحه ما تنساش تفعل الجرس، علشان لما بتفعلوا جرس بيوصل لكم مني كل الفيديوهات الجديده اللي انا بعملها، لا حول ولا قوه الا بالله. وزي ما قلت لكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك.